هذا يقول: سماحة شيخنا، أطال الله في عمرك على طاعته، منذ ما يقارب 10 سنوات كنت في بلد في المغرب، وكانت بلادنا هنا تصوم قبل البلد الذي كنت بها بيومين، وقد أفطرت اليوم الذي صامت فيه البلاد التي كنت بها عند عدم علم بذلك، وأتيت إلى بلد هذه وأكملت رمضان هنا ولم أصوم إلى اليوم الذي أفطرت به، فهل علي شيء لأنني لم أصوم من الشهر إلا 27 يوما؟ وجزاكم الله خيرا. عليك أن تصوم يومين، إذا كان ساهل بلد يصوم معهم، وإذا كان صيام ينقص عن 29 يوم لازمه القضاء، قضى يومين حتى، لأن الشهر لا ينقص عن 29. فإذا كنت في المغرب أو في أمريكا أو في أي مكان وصمت أقل من 29، فالواجب عليك أن تكمل وتقضي يوما أو يومين حتى تكمل 29.